توزيع مادة المازوت على القرى والضواحي في مدينة الرقة وضواحيها. قمنا بتوزيع ما يقارب 8 مليون لتر، أي ما يقارب 40 ألف برميل. تم التوزيع على الشكل التالي: كل منزل يأخذ 200 لتر مازوت، أي برميل واحد. والآن نحن قد وصلنا إلى منطقة حلو العبد الصالحية ومنطقة السكورة. على الدور أيام الدواعش ما كان في مازوت غالي والغاز مو متوفر، كانت العالم تطبخ على الحطب وعلى الشحاطات اللاستيك وعلى الوسخ. هسه على قنينة الغاز تصل للبيت والمازوت متوفر. مجلس الرقة المدني مشكور، يبعث لنا الخزانات المازوت على البيوت. على أيام داعش كان الوضع حيل سيء، سيء جدا. مازوت ما في، كان ما في غاز، ما في، كنا نطبخ على الحطب على أيام داعش. الحز على الأيام هاي والوضع الحمد لله زين وممتاز، وأسعار رخيصة، أرخص من أول من قبل.